السلام عليكم متابعين قناة شهيوات سعاد إيفاتي. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم طريقتي في تنظيف وتصبير أو تخزين القوق لمدة طويلة بدون ما يتغير اللون ديالو. بلا ما نطول عليكم نخليكم مع الفيديو. غناخد واحد الكمية ديال القوق، كتاخدوا القياس اللي بغيتو نتوما على حساب يعني الكمية اللي بغيتو تخزنو. كذلك غناخد عصير ديال الحامض، ليمون الحامض. وغندوزو دابا عملية ديال التصبير. غنبداو كنقيو هاد القوق، كنحيدو له هاد العود، كنقيو بهاد الشكل. نوريكم الطريقة ديالي اللي كنخزن بها القوق لمدة طويلة. وهاد الطريقة كنشاركها مع السيدات المبتدئات. وعاد غنبداو نحيدو مع الجنب. نحيدو هاد الراس هذا. كنحيدو هاد كتكون داخل الفوق. وكنحاولوا نزربو لان باش ما يكحلناش القوق في يدينا. نتخلصوا من هاد الفوقاني ديال القوق كله. وكل ما كان القوق كبير كان احسن باش كيبقى زوين في المنظر، لان كنقيوه ما كيبقاش فيه بزاف. كما كتلاحظوا دابا غنديرها في الحامض، غنغطسها في الحامض. هي غترجع دابا اللون ديالها الطبيعي، وغنخليها وغنصايب واحد اخر. نحيدو دائما هاد الراس الفوقاني. دابا كنحيدو هاد الراس هذا. نحاول نحيدو دائما هاد الجناب. نجيو لداخل وغير بشويه باش ما نقصو يدينا. كنخويو مزيان هاد القوقه من الداخل، وكنحاولوا نحيدو هاد الجناب. من بعد ما ساليت القوق كله غنديرو دابا يتسلق واحد شويه. بالنسبه للسيدات اللي كيخافوا على يديهم باش ما يكحلوش، راه ما تخافوش، راه كنستعملوا الحامض. يعني كل ما نقينا القوق كنخشيو في الحامض وكنقلبوه مزيان فصبعنا ما كيكحلوش. انا صابت القوق وهما يدي ما كحلوش، ما تخافوش منه ولا استعملوا اللي قالت، وحتى القوق راه ما كيكحلش. كيفاش كيجي دابا غندوز نديرو في الماء سخون. كناخذ طنجره كنديرها فوق العافيه وكندير فيها الماء حتى كيغلي مزيان، يعني هذا الماء خصو يكون كيغلي مزيان. وغنبقى نضيف القوق. ضروري خص الماء يكون كيغلي، الا ما كانش كيغلي غيكحلنا هذا القوق. وغنغطي عليه واحد الشويه غير على ما تطلع فيه الغليه. قبل ما نحيد القوق من الماء كنكون موجده واحد الجبانه فيها الماء بارد. بمجرد ما كتطلع الغليه في هذا القوق، يعني ما كنخليوهش يطيب غير كيغلي ويعاود الماء عليه، كنحيدوه مباشره تنديروه في الماء. ولا شفنا هذا الماء هذا سخن نخويوه ونرجعو نديرو ماء بارد واحد اخر. خص يبرد القوق في هذا الماء، هذا هو السر اللي كيخلي اللون ديالو يجي بيض بحال هكا. حتى ملي كنطيبوه من بعد ما كنجمدوه ما كنحسوش به انه كان في المجمد. المذاق ديالو ما كيتبدلش بتاتا. هذه الطريقه ديالي كيفاش كنحتفظ بالقوق، شاركتها معاكم.
غنطفي دابا الطنجره وغنخليه يبرد في هذا الماء. مجرد ما نشوف الماء بدا كيسخن غنخويه وندير ماء واحد اخر بارد. من بعد ما كنتاكدوا بان هذا القوق برد مزيان غندوزوا دابا نصفيو عليه الماء. كناخذ واحد البلاطو كندير فيه الورق ديال المطبخ. الا بغيتوا ديروا منديل ديروا منديل من الافضل باش ينشف لنا هذا القوق. وغنستف عليه هذا القطع ديال هاد الحبات ديال القوق. وغنخليهم حتى ينشفوا. من بعد ما كينشف هاد القوق مزيان كنتاكدوا منه انه نشف من الماء، غناخذ بلاطو واحد اخر وغنستف فيه هاد القوق مزيان. هاو نبعدهم باش ما يلصقوش. غندخل دابا هاد البلاطو للمجمد. بعد ما جمد هاد القوق غنجمعو دابا فواحد الكيس بلاستيكي. انا كندير دائما شي بلاطو حتى كيتجمد يجمد عاد كنجمعو، يعني تفادي باش ما يلتصقليش. نحاولو نخويوه من الهواء. تقدروا تحتفظوا بالقوق في كيس بلاستيكي بحال هذا او علبه ديال بلاستيك. من بعد ما يجمد لكم القوق في شي بلاطو كتجمعوه وديروه في علبه كيف درت دابا مع الكيس بلاستيكي. كديروا في علبه وكتبقاو تجبدوا غير القياس اللي بغيتو نتوما، 4 ديال الحبات 5 على حسب يعني القياس اللي بغيتو. انا دائما ملي تنشري القوق تنحتفظ به بهذه الطريقه هذه دائما، يعني واخا تيكون وقته باش ملي كنجي نطيبو كيجيني الحال ساهل. تنجبد القياس اللي بغيت وتنضيفو حتى الاخر، وكما كتلاحظوا في الصوره راه ما كيتبدلش اللون ديالو وحتى المذاق ديالو كيبقى زوين. غير تبعوا الطريقه ديال التحضير. نتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، وصلنا النهاية ديالو. كنشكركم دائما على التشجيعات ديالكم المستمره لي والتعاليق المشجعه اللي كتخليو لي. ولا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا له جيم وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى. فضلا وليس امرا اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد.